ومعنا هاتفيا من الدوحة سيد أحمد كسر الأكاديمي العراقي. مرحبا بك سيد أحمد. إذن 15 عاما مرت من عمر العراق الجديد، ما تقييمك لنتائج العملية السياسية طوال العقد ونصف من السنين؟ أهلا بك. في الحقيقة 15 عاما التي مرت على العراق والعراقيين كل عام كان أشد من سابقه، ولذلك يعني الحكومات المتعاقبة في العملية السياسية التي وضعها أو زرعها الاحتلال الأمريكي في العراق لم تأتي بخير لا للعراق ولا للعراقيين، ولذلك هذه 15 عاما من أسوأ يعني أوقات التي مر بها العراق في تاريخه منذ الأزل. ولذلك نجد اليوم العراق الجديد كما يسمونه في آخر الدول ترتيبا في التقدم والتطور وفي كل شيء، والأول الفساد المالي والإداري والتأخر في النواحي الحياة الجميعية. النائب محمد الكربولي قال إن الساسة الشيعة فشلوا في قيادة البلاد في هذه السنين، وعندما وصف الكتل المحسوبة على السنة قال إنها كانت ذيلا بحسب تعبيره. إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ طبعا شهادة النائب الكربولي مجروحة أيضا، هو أيضا هم جزء أيضا من الفشل. يعني الفشل لا يتعلق بطائفة سياسية على أخرى، كل من اشترك في العملية السياسية أعلن أمام الملأ بأنهم قد فشلوا جميعا وأنهم هم سبب يعني تأخر البلد ورجوعه إلى العصور الحجرية. النائب محمد الكربولي اليوم وشهادته بالساسة الشيعة وأن السنة كانت ذيلا هي شهادة تثبت ما قيل في أول الاحتلال بأن السنة أو هذا المكون وضعت له نسبة تقدر بقدر محدد لا تزيد ولا تنقص، حتى وإن اشتركوا جميعهم في العملية السياسية فبالتالي هي محاصصة وتقسيم طائفي منذ بدء الاحتلال إلى يومنا هذا لا علاقة له بالواقع العراقي. أمريكا كانت تسوغ عند الاحتلال بأن فرض الحكم المدني العراقي هو الحل بعد كل، ولكن بعد كل هذه الأعوام إلى أي مدى تحققت أجواء دولة المؤسسات في العراق التي وعدت بها الولايات المتحدة؟ يعني هذا الادعاء هو كذبة من الكذبات التي ضحك بها على الشعب العراقي بأن الديمقراطية هي الحل الناجح للواقع العراقي، فبالتالي لم تطبق سوى الدم الديمقراطية إن صح التعبير ومزيد من الدماء التي أريقت في هذا البلد من الأبرياء. فالعمل الديمقراطي والحكم الديمقراطي أو المدني الذي يتحججون به لا نرى له واقعا، وإنما سلمت الحكومات إلى أحزاب دينية طائفية أوصلت البلد إلى ما أوصلت إليه، وكلها يعني تدعي الحكم باسم الإسلام للأسف. فلذلك هذه الأجواء السائدة في المؤسسات العراقية هي مؤسسات هي أجواء طائفية للأسف الشديد. مع توغل الميليشيات أيضا في الحياة السياسية والأنباء التي تتحدث عن خلافات داخل ميليشيات الحشد بسبب ترشيح الهادي العامري لرئاسة الحكومة، كيف تستشرف مستقبل العراق السياسي؟ يعني على قول المثل هنا تكمل السبحة، المثل العراقي، يعني المتهم بالإرهاب الطائفي والمتهم بالعمل الميليشياوي البعيد عن العمل المؤسسي الحكومي يترشح او يشاع له او يبرر بانه سيتقلد رئاسه وزراء او حكومه العراق. هذا مستقبل بائس وليس مبشر بخير. الناس تعبت من الحكم العسكري الطائفي الميليشياوي المسيطر على بغداد والمحافظات، فبالتالي الناس لا يمكن ان تختار هذا الاختيار الا ان يكون تزويرا او مفروضا عليهم بالقوه. شكرا جزيلا لك من الدوحة سيد أحمد كسار الأكاديمي العراقي.